والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة العربيات. تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة هبة فارس. صباح الخير يا هبة. صباح الورد ماهرة عظيمة. صراحة اشتقنا لك. كنت في إجازة. الحمد لله على السلامة. خلينا نبدأ من أول أخبار صباح العربية. يبدو أنه بعض السيارات المخالفة ما تتوقف، يعني لما الشرطة توقفها يعني تستمر، خاصة اللي هم يسيرون بسرعة زائدة. خصوصا المخالفين. هم المخالفين. ففي فتاة سعودية قررت أو ابتكرت جهاز يجبر السيارة على التوقف. هي فتاة سعودية تسمى ضياء فيري من المنطقة الشرقية في السعودية، ابتكرت جهاز بيعتمد على أشعة الليزر. هو جهاز تكنولوجي ذكي بيصدر أشعة كهرومغناطيسية بتعمل على توقيف السيارة المطاردة من قبل المرور. طبعا هي بتعتمد على جذب الكهرباء. طبعا جهاز بيكون مركب في السيارة، المرور أو الشرطة بتستعمل جهاز الليزر لجذب الكهرباء اللي في السيارة عن طريق الأشعة الكهربائية المغناطيسية. طبعا يسبق إيقاف السيارة جرس إنذار ينذر السائق بأنه السيارة حتتوقف على أساس أنه يستجيب. في حال لم يستجب سائق السيارة حيتم إيقاف قطع الكهرباء عن السيارة. طبعا تحدثت أنه قطع الكهرباء عن السيارة لا يعني أنه تعطيل السيارة، بس هي مجرد محاولة لتعطيلها بشكل مؤقت. طبعا الطالبة شاركت في مسابقة إبداع علمي كانت في مجال الهندسة الميكانيكية الكهربائية، وطالبت وزارة الداخلية السعودية بالاهتمام بهذا الابتكار الأمني السعودي. كأنها الشيء موجود في سيارة باتمان. يعني هو موجود، الفكرة هذه موجودة في أوروبا وموجودة أيضا في أمريكا من كذا سنة. في الأفلام ولا في الحقيقة؟ لا في الحقيقة أيضا موجودة، بس لم تعتمد بشكل، لأنه بيعتبروها تجاوز على الحريات الشخصية، لأنه كمان ممكن يستعملوها يعني قطاع الطرق أو يعني يوقفوا السيارات وتم سرقتها. فيمكن بتحتاج وقت ليتم اعتمادها بشكل يعني رسمي. يعني صار في سيارة بتسوق بلا سائق، وصار في سيارة بتوقف سيارة. سيارة صحيح. خلونا بالبيت أحسن. خبر بالفعل ما بقى لا عشان ما حدا يخالف مرة تانية، لأنه يعني في يعني ابتكارات بتوقف. الخبر الثاني هبة عن سينمائيين مصريين. تحويل الروايات إلى أفلام سينمائية هروب من الرقابة. هل صدر هذا التصريح عن شخص معين أو مجموعة أشخاص؟ طبعا هم مجموعة سينمائيين تحدثوا بأنه تحويل الروايات مؤخرا إلى أفلام قد يكون سببا من أسبابه أنه هروبا من الرقابة. طبعا ليه هروبا من الرقابة؟ لأنه الرواية أصلا تكون مجازة من وزارة الثقافة والإعلام، وأسهل للمخرج أو المنتج بأنه يأخذ رواية فيها قصة ويعتمدها كفيلم. طبعا تحدث السيناريست مصطفى محرم وتكلم على أنه يعني استبعد فكرة الاستسهال، لأنه تحويل العمل الأدبي إلى سينمائي بيحتاج سيناريست جيد جدا، بحيث أنه ما يشعر المشاهد بالملل، لأنه رواية قد تكون 300 أو 400 صفحة وتحويلها لفيلم مدته ساعة ساعتين ومش دايما بينجح معهم. يعني صحيح، يعني قد يكون يعني بين أنه تحويل، يعني اللي بيقروا، الأشخاص اللي بيقروا عادة هذه الروايات وبيحضروا الفيلم بينصدموا. مثل بفتكر حضرت فيلم أنا كارنينا، كانت هي رواية وعملوها فيلم، بس أنا ما حبيته أبدا. هذا اللي يتكلموا عليه السينمائيين، أنه تحويل الرواية قد يظلم الرواية أحيانا، وقد يعني يعني بينجحها أكثر من الفيلم. تايم از أب. سريعا جانت جاكسون، لأنه أحد الأخبار المهمة، يبدو أنه لما أعلنت أنها عن خطوبتها لصديقها وسام المانع القطري، طبعا الملياردير، يبدو أنه هي فعلا تزوجته. هي اعلنت خطوبة مؤخرا من يومين بس انه تم الزواج بين جانيت جاكسون والملياردير القطري العام الماضي. طبعا هو كان الزواج سري. طبعا نفت التكلفه، يعني الارقام الفلكيه اللي تحدثت عن 20 مليون دولار للحفل، وقالت بانه حفل صغير بس مقتصر على الاصدقاء. كانت الخطه انه يتم دعوه 500 ضيف، وكل ضيف يحصل على ساعه رولكس يعني ب 10000 دولار. هي نفت انه هذا كان تفخيم اعلامي وكان مجرد شائعات. طبعا الزواج تم بشكل سري وكان بين الاصدقاء. هم تعرفوا على بعض من 2009، وكان مخطط انهم يتزوجوا ب 2011، وتزوجوا بس ب 2012. طبعا هذا الزواج الثالث لجانيت جاكسون والاول لوسام المانع. الفارق العمري 9 سنين. ايوه، هي 47 وهو 36. طبعا التعليقات كثيره، هم بيتكلموا على انه
قد يكون الحب، في ناس تكلموا على انه زواج الشهره بالمال. انا حاسه لو يمكن لو اعطونا شويه وقت كمان احنا التعليقات رح تبدا خصوصا زواج جانيت جاكسون. خلينا هي الوحيده المبسوطه شكلها. خلينا بالنهايه يتزوج وحبوا بعض. كل الشباب والبنات معترضين غوا بس مبسوطه. الحمد لله نصيره جانيت جاكسون ووسام المانع ونصيره الحب غوا. شكرا طبعا لزميلتنا هبه فارس ضيفه صباح العربيه من العربيه نت. شكرا.